اليوم نحن متوجهين لوحدة من أهم وأرقى المناطق ببيروت وهي منطقة مار الياس. مين بيصدق إنه هالمنطقة يلي بتضم أحد أهم الأسواق التجارية كانت قديماً عبارة عن تلال رملية وفيها صخور، وكانت أغلب أراضيها مزروعة شجر وفواكه، وكان فيها بعض البيوت الأرمدية القديمة وكانوا سكانها قليل. وبالحقبة العثمانية استقطبت هالمنطقة الكثير من العائلات الإسلامية والمسيحية يلي عاشوا فيها بسلام وبمحبة، وشوي شوي بلشت هالمنطقة تعمر أكثر وأكثر، وانشقت فيها الطرقات وانبنت فيها الكنائس والمدارس بالإضافة للمحلات التجارية يلي ضل عددها قليل وكانت تلبي احتياجات المنطقة والمناطق المجاورة. ومع الوقت ازداد عدد سكان هالمنطقة ويلي كانوا بأغلبهم من المسيحيين وتحديداً من طائفة الروم الأرثوذكس. وبعد فترة من الزمن تسمت هالمنطقة على اسم شفيع هالطائفة مار الياس وظلوا اسمها مرافقها لليوم. وبفترة الانتداب الفرنسي تغيرت هالمنطقة كمان وبلشت تكتسب أهمية كبيرة، خصوصاً وأنه سكن فيها الجنرال الفرنسي المقدم شارل ديغول وبيته بعده موجود لليوم. وبعد ما نال لبنان استقلاله بالعام 1943 اختار الزعيم كمال جنبلاط هالمنطقة أيضاً وسكن فيها لفترات طويلة قبل استشهاده. وبأوائل السبعينيات كانت هالمنطقة سكنية بامتياز وكان عدد المؤسسات التجارية ما بيتجاوز العشرين. ومع بداية الحرب اللبنانية تغيرت معالم هالمنطقة وصار فيها سوق تجاري بضم الكثير من المحلات يلي كانت موجودة بوسط بيروت ويلي انتقلت لها الشارع بصورة مؤقتة. ولكن بعد دمار الأسواق بباطن بيروت جراء الحرب ظلت هالمحلات موجودة بالمنطقة. ولكن العز الكبير لهالمنطقة كان بالفترة الممتدة من العام 1992 حتى العام 2005، وقت اهتم فيها الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورجع الحياة لسوق التجاري يلي تحول بلمح البصر لأحد أهم الأسواق التجارية بالعاصمة بيروت.